بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله رح نتكلم في هذا الدرس عن مواصفات دم الحجامة. يؤكد عدد من الأطباء أن دم الحجامة يختلف عن دم الوريدي، حيث لاحظوا أنه يحوي عدد أقل من كريات البيض. هذا يعني أن الكريات المسؤولة في مناعة الجسم لا تخرج إلا بكميات قليلة جدا، مما يؤدي إلى رفع النظام المناعي للإنسان. كذلك أن معظم كريات الحمراء الهرمة والتالفة تخرج مع دم الحجامة، مما يعني زيادة نشاط الدورة الدموية ونظام المناعي. يصيبه الكسل بين حين وآخر، والحجامة كفيلة بتنشيطه، والله أعلم.